بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم أبنائي الطلاب. وصلنا إلى التدريب 16. قال الأستاذ مصطفى السبيعي: كلف أبو بكر، طبعا هنا أبو تبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وبكر تعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر، ده من الأسماء المركبة تركيب إضافي، فبيعرب الجزء الأول منه حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة، والجزء الثاني بيعرب مضاف إليه زي كلمة عز الدين وزي كلمة عبد الله. هتلاقي عز تعرب حسب موقعها في الجملة، والدين تعرب مضاف إليه، عبد الله تعرب برضو عبد حسب موقعها في الجملة، والله لفظ الجلالة تعرب مضاف إليه. برضو بعض المدن اللي بتتكون من كلمتين منفصلتين عن بعض بس بينهم تركيب إضافة زي كلمة رأس البر ومرسى مطروح، فانتبه رأس دي تعرب حسب موقعها في الجملة والبر تعرب مضاف إليه، إنما كلمة بورسعيد وبور فؤاد وبعلبك ده علم مركب تركيب مزجي، فبنتعامل مع الكلمة كأنها كلمة واحدة، فكلمة بورسعيد بتعرب حسب موقعها في الجملة وهكذا. أنا قلت بس إيه يعني أشير إليكم عشان ما تتلخبطش لو جات لك في الامتحان. قالوا: كلف أبو بكر في خلافة عمر للقضاء بين الناس. قالوا: فمكث عمر سنة. سنة هنا طبعا مش مفعول بيه يا جماعة خالص، لا طبعا دي ظرف زمان منصوب بالفتحة. ليه ظرف؟ علشان حدد مدة الفعل، يعني الفعل مكث ده قد ايه قعد سنة، فطالما كلمة سنة حددت مدة الفعل زي ما قلت قضيت في الاسكندرية شهرا، يبقى دي فعلا حددت مدة القضاء او الوقت اللي انا قعدته في اسكندرية تبقى ظرف. لكن لما قلت جاء شهر رمضان، لا دي حسب موقعها في الجملة. لما قلت جاءت السنة الحاسمة، تبقى فاعل، فإذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دي مبتدأ. فإذا يا شباب نخلي بالنا، هل كلمة شهر دي جت للدلالة على مدة الفعل ولا جت تعرب حسب موقعها في الجملة؟ فكلمة سنة فعلا هنا تعرب ظرف. فمكث عمر رضي الله عنه سنة لا يختصم إليه اثنان. الناس كانت عايشة في عدل وتمام يعني. أترى هذا لأن الناس في عهد عمر لم تكن طبائعهم من طبائع البشر التي تختلف وتتنازع، أم ترى ذلك لأن الناس في عهد عمر لم يكن لهم شيء يختصمون عليه ويتنازعون؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، وإنما هو الصدق. الصدق طبعا هنا خبر مش بدل، الناس اللي عربتها بدل، الناس اللي أعربت كلمة الصدق بدل يرجعوا نفسهم تاني، عشان هو ضمير وليس اسم إشارة. للأسف الشديد بلاقي الخطأ ده في ورق كثير من الطلاب، وكم أشرت إليه في التدريبات السابقة ولا أظل أشير إليه في التدريبات الآتية، لأنه خطأ متكرر، هو ضمير وليس اسم إشارة، وبالتالي اللي بعد الضمير بيعرب خبر وليس بدل. يبقى الصدق خبر مرفوع علامة رفعه الضم. هو الصدق الذي يحجز كل واحد من المتنازعين أن يصور الخلاف لنفسه كما يشتهي. إذن ليه عمر ما كانش فيه بيجيله قضايا؟ عشان الناس صادقة، فالصدق بيمنع الذهاب إلى المحاكم. الذي يحجز كل واحد من المتنازعين أن يصور الخلاف لنفسه كما يشتهي، بل يصوره كما هو في الواقع والحق، فإذا هو ينصف من نفسه إذا كان ظالما، ويرد الحق إذا كان معتديا. واضح قوي، خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة، ويتسامح إذا كان مجنيا عليه. وبهذا لم يحتج الناس إلى عمر ليقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. بل استخرج من القطعة ما يأتي: اسما مبدوءا بهمزة وصل. همزة وصل يعني همزة مش مكتوبة، يعني الناس، الوصل هي التي لا تكتب. انتبهوا بالأحسن إيه تلخبطوا في حاجة بسيطة زي دية ونخسر الدرجة. يعني كلمة أبو دي بنسميها همزة قطع، فالهمزة المكتوبة سواء فوق أو تحت تبقى اسمها همزة قطع. يعني كلمة أسامة وكلمة إيمان، أسامة مضمومة تكتب فوق، وكلمة إيمان مكسورة تكتب تحت، فدية قطع لأنها ترسم. أما كلمة زي كلمة الناس مثلا، فهذه الكلمة طبعا تبقى وصل، لأنه معرف بأل، والمعرف بأل يكون الحرف شاذ لا تكتب همزته. بل مضارعا مرفوعا بعلامة رفع أصلية، وآخر بعلامة رفع فرعية.
الأصلية طبعا يرفع بالضمة يعني، الفرعية يعني يرفع بثبوت النون، هي ديت المسألة. طب تعالى كده، ما كذا يختصم، أيه يختصم فعل مضارع مرفوع بالضمة، وترى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، لكنها علامة يا شباب، علامة أصلية. يختصمون ده بقى مرفوع بعلامة فرعية، لأن هنا مرفوع بثبوت النون، وكذلك يتنازعون أو أي فعل قبلك مرفوع بثبوت الياء شباب، مرفوع بثبوت النون. مضارع مجزوم مبين سبب الجزم، آخر منصوب مبين سبب النصب. تعال نشوف المضارع المجزوم أو لم، لا يختصم، لا عفوا ديت لا نافية، مش لم ديت، من طبائعهم تتنازع، ده مضارع مرفوع برضه عادي، لم يكن صح، لم يكن هنا مجزوم علامة جزمه السكون لأنه أتى بعد لم. طب هي يكن دي مش حذف من وسطها حرف العلة؟ أنبه يا شباب لو سمحتوا، انتبهوا معايا، الفعل الأجوف يجزم بالسكون ويحذف وسطه للتخفيف، يعني يقول لم يقل، يبيع لم يبع، يستطيع لم يستطع، ينال لم ينل، يزداد لم يزدد. بص انا كررتها قد ايه، الفعل الاجوف اي الذي وسطه حرف عله يجزم بايه تاني؟ ها، بالسكون. لو سمحت اكتبها عشان في وسط الهصه كده، انا عارفك يا عم والله شاطر وعارفك شاطره، بس في وسط الهصه كده بيحصل غفله، تقوم كاتبها لي بالسكون، تقوم كاتبها لي بحذف حرف العله؟ لا طبعا، هنا يكن مجزوم مجزوم بالسكون وليس بحذف العله. امتى يبقى مجزوم بحذف العله شباب؟ لما يبقى من الاخر، يعني كلمه يجري يسعى، كلمه صح كده، يجري ويسعى، لما اجي اجزمها اجزمها بحذف حرف الايه شباب؟ العله. فاكتب يجري من غير ياء، او من غير من غير ياء، ويسعى برضو من غير اللي هي الالف اللينه، فانتبهوا كما اشرت. يبقى هنا عندي يكن مجزوم هوت، طيب انما هو الصدق، ان يصور، صح كده، ده فعل مضارع منصوب بعد ان، وعلامه نصبه الايه شباب؟ الفتحه. ان ياخذ تحت اهي برضه، ده فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه. يبقى طلعنا المجزوم وطلعنا المنصوب. خبرا شبه جمله لفعل ناسخ، انتبه الشروط، انا عايز الاول الفعل الناسخ اللي كان واخواتها او كاد واخواتها، وعايز الخبر بتاعه شبه جمله. اهو الحمد لله في الاول اهو، لم تكن طبائعهم من طبائع البشر، اهو طبائعهم دي اسم تكن، ومن طبائع البشر ديت في محل نصب خبر تكن شبه جمله لانه جاي جر يا شباب ومجرور. بيقول لي بعد كده جمله لا محل لها من الاعراب. طيب اول جمله في القطعه هي الجمله دي، كلف ابو بكر في خلافه عمر القضاء بين الناس، اسمها جمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب، او الجملة تختلف. ليه؟ لأنها بعد الاسم الموصول. أي جملة بعد الاسم الموصول تبقى لا محل لها من الإيه شباب؟ من الإعراب. يبقى في جملتين ثابتين لا محل لهم من الإعراب، الجملة الأولى اللي هي الجملة الابتدائية، أو الجملة اللي هي بعد الاسم الموصول. وهناك جمل أخرى مثل الجمل المفسرة والجمل الاعتراضية، ولكن ده يعني أسرع ما استخرجناه من هذه الفقرة. حالا وعربها، عايزين حال، خلي بالك، حال وعربها. في خلافته فمكس عمر، أترى هذا من طبائعهم أم ترى لأن الناس لم يكن لهم يتنازعون؟ كلا من المتنازعين. فإذا هو ينصف نفسه تنفع ظالما؟ لا طبعا، ده انت اللي تبقى ظالم كده، معلش انا اسف التعبير، يعني لو طلعت ظالما يبقى ظلمت نفسك، لان دي خبر كان، خبر كان منصوب علامه نصبه الايه؟ الفتحه، ولا متعديا برضه، ولا معتديا عفوا، ولا معتديا برضه، كلمه معتديا هنا تبقى خبر كان منصوب علامه نصبه الفتحه. طيب ويتسامح مجنيا برضو ما تنفعش، ها لسه لغايه دلوقتي ما طلعناش الخبر. وما بالنا نذهب، انتبهوا يا شباب علشان الحته دي هو جابها في دليل، في دليل التقويم وفي كتاب المدرسه، وقال له اللي بعد ما لنا وما بالنا هذا يعرب حالا. يبقى كلمه ما بالنا نذهب هذه الجمله في محل نصب حال، يعني ما اقول ما لك تقرأ الكتاب بسرعة، ما بالك تحن على فلان، ما باله باكيا، يبقى باكيا دي حال على طول. ما لك تقرأ جملة تقرأ حال على طول، يبقى اللي بعد التركيب مالي
أو ما باله بيعرب يا شباب بيعرب حال. يبقى جملة نذهب في محل نصب يا شباب في محل نصب حال. طيب السؤال اللي بعديه بيقولني أعرب ما تحت خط أعربنا ما الخيال ما بالنا نذهب بعيدا في أعماق التاريخ. طبعا دي استعارة مكنية معلش يعني ساعات بيحب إيه يخفف عنك النحو شوية فيقوم يجيب لك أي سؤال خارج النحو. طبعا دي استعارة مكنية شبه التاريخ كأنه بحر وله أعماق. طبعا ما بيجيبش كده اخر السنه ده هو بس يعني ايه كان نظام كده لتخفيف الايه النحو يعني عشان دماغك ما تضربش من كتر النحو يعني. ما مرادف كل من الخيانه الغدر والكذب عدم الصدق في ماده تكشف في معجمك عن كلمه افلاس فلسه والسياسه في سواسه باب السين والواو والسين. اكتب فقره اضبط كل الكلمات التي بين القوسين. طيب تعال نضبطهم الاول كده ونرجع القوسين اللي هي كلف ابو بكر في خلافته صح عمر مفعول به طبعا. طب عمر دي مش ممنوع من الصرف عادي وتعرب حسب موقعها في الجمله يبقى عمر هنا مفعول به. للقضاء بين الناس قالوا فمكث عمر طبعا انا فاعل سنه لانها ظرف لا يختصم ده فعل مضارع مرفوع بالضمه تحط ميم عادي جدا اليه يا شباب اليه اثنين. نيجي بقى للسؤال اللي بعديه اللي هو علل كتابه الهمزه الممدوده في كلمتي امنه وابائنا. انتبه بقى علشان دي كانت برضو من ضمن الوحدة الأولى وده طبعا سؤال في كتاب المدرسة فيجب ان احنا ناخد بالنا منه لانه من حقه جدا ان هو يجيبه في الامتحان. تعالوا نوريكم شكل دلوقتي اللي هو مد الهمزة. مد الهمزة الهمزة الممدودة في اللغة العربية بتيجي في حالتين. الحالة الأولى ان تكون الهمزة بعدها ألف مد يعني كلمة مآذن أصلها مآذن فالهمزة ديت جي بعدها ألف مد ف الحالة دي بقى بتخلي الهمزة تتحول الالف المد كأنها ادغام يعني تتضغم في الهمزة وتكتب الهمزة الممدودة اللي احنا شايفينها دي. برضو كلمة آمنة دي اسم فاعل من آمنة فاحنا عشان نجيب اسم الفاعل بنزود الف بعد الحرف الاولاني يعني ضرب ضارب فنقول آمنة آمن فاصبح عندي الشكل ده اللي هو الهمزة زائد الف المد وبالتالي تتحول الى الهمزة الممدودة. كذلك كلمة سآمة برضو نفس الحكاية كانت سآمة المصدر زودنا له ألف بعد الهمزة. فإذا خلاصة القاعدة نركز قوي أن الهمزة تمد في الحالة الأولى إذا جاء بعدها ألف مد. الحالة الثانية هي أن يجي بعدها همزة ساكنة زيها يعني إيه همزة ساكنة ساعات لما بجيب الكلمة على وزن أفعال يعني مثلا كلمة حمل لما أقول أحمال خلي بالك زودت همزة من عندي وسكنت الحاء بتاعت حمل صح احمال. طب ما هي ادب كلمة ادب لو عايز اجمعها على وزن افعال هعمل نفس الحكاية هعمل ايه هزود همزة من عندي وسكن همزة ادب يبقى اداب وبالتالي حصلت المعادلة او اكتملت اركان المعادلة بتاعتي ان عندي همزة زائد همزة ساكنة. لما جيت أجمع كلمة أدب على أفعال زودت همزة بتاعت الجمع وسكنت الهمزة بتاعت أدب حسب القاعدة فإذا بقت أداب وبالتالي التقت همزة مع همزة ساكنة فتقلب إلى همزة ممدودة. نفس الحكاية في آمال كلمة آمال قبل ما تتجمع كان كلمة أمل فعايز أجيب كلمة أمل أجمعها على وزن أفعال هزود همزة من عندي عشان الجمع وسكن الهمزة بتاعت أمل وزود الألف اللي قبل الأخيرة بقت أمال التقت الهمزة مع همزة ساكنة بعدها فمدت الهمزة. برضو آباء نفس الحكاية آباء كان أصلها أب وكلمة أب فضل لها الواو المحذوفة منها يعني كان أصلها أباوا لما أجي أجمع كلمة أب على أفعال أو أبوى بقى عشان الكلمة تبقى ثلاثية صحيحة فتبقى أباوى المفروض كده المفروض قاعدة رياضية مش كده هزود همزة من عندي وسكن الهمزة بتاعت أب وحط ألف والواو تبقى في الآخر. طب معروف أن أي حرف علة بيجي في الآخر قبليه همزة قبليه ألف مد يتقلب لهمزة يعني كلمة بناء كان أصلها بناي لكن الياء لما يبقى قبلها ألف مد يبقى تتقلب همزة. كلمة آباو اللي هي كلمة بقى أباو احنا قدامنا دلوقتي عبارة عن كلمة ايه أباو ليه تاني معلش انا عارف ان الحتة دي عايزة توضيح سن كلمة أب أصلها أبوة
هجمعها على أفعال تبقى أباو. الواو بتاعت أباو هتتقلب همزة لأن قبلها مد حسب القاعدة، يبقى بقت أباء. يبقى هنا اللي حصل، الهمزة الأولى جي بعدها همزة ساكنة فتمد، يبقى أباء، يبقى آباء. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. طب هو أنا بقى مطالب إن أنا أعمل كل ده في الامتحان؟ لا، أنا تخفيفا عليك، لو لقيت الكلمة على وزن آداب يبقى تقول همزة جي بعدها همزة ساكنة. لكن لو لقيت الكلمة همزتها ممدودة وهي مش شكل ولا وزن كلمة آداب، يبقى جي بعدها ألف مد. نحفظها كده شباب علشان ما نلفش كأنها مسألة رياضة هنتكلم كتير فيها، لا نحفظها بهذا الشكل. تعالوا نرجع بقى للتمرين. يبقى كلمة آمنة ديت عبارة عن أمنة، لما جيت جبها على وزن فاعل فزودت ألف مد، يبقى أقول له آمنة لأن الهمزة بعدها ألف مد. أما كلمة آبائنا هقول له لأن الهمزة بعدها يا شباب همزة ساكنة. اذكر مثالين على غرار كل مما سبق. يمكن احنا من شوية قلنا المثال الاولاني اللي هو مثلا كلمة مآزن او كلمة آملة لو انت عايز مثال اخر خالص، وعندك كلمة آمال وكلمة ايه شباب وكلمة ادب. وبكده التدريب السادس عشر يكون تم بحمد الله.